تخليدا لذكر شهدائنا وشهداء الولاية والإمامة، شهداء الصلاة والصيام وشهداء العقيدة. أسأل من الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وهي ليلة الجمعة أن يكونوا في ضيافة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين مع الشهداء الأبرار، مع شهداء كربلاء، قضى الله حوائجكم في الدنيا والآخرة، إلى أرواحهم الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بضعتك المظلوم المحروم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا سادتي فنفوز فوزا عظيما من يلهه المرديان الماي يدرم المنجيان العلم والعمل خذ رشد نفسك من مرآة قولك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها يا لهبا في الحشر تشتعل ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجين
منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل ولزينب الندب لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا واسكبها طلات أدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتنايا هبوا ما في حتى برقعي أبا عبد الله اليوم قادوني بظلم يا أخي والشمر ألمني وأطفالي معي أنعم جوابان يا حسين ما ترى شمر الخنا بالصوت كسر فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي تقل أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك أخويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك يا خويا الموت لا يرضى أبا عبد الله يا خو كلنا فداء لك أبا عبد الله كل أرواحنا رجال نساء أطفال كبار كلنا فداء لك أبا عبد الله يا خو يا الموت لا يرضى بدالك رح نترك كلنا فدالك يا رح نترك كلنا ادقعد يا خوي وشوف حالي 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 الغريب بغير والي انا توني ذكرت عز ودلالي يا من قوضت ذيك لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. منذ بعثة النبي وإلى هذا اليوم نرى أن هنالك مسيرة مستمرة. هذه المسيرة إنما تنطلق من الإيمان بالمبدأ. منذ اللحظة الأولى ننظر أن الإسلام كان يقدم الضحايا، لذلك القرآن لما يتحدث يتحدث من المؤمنين الذي يقدم هذه التضحيات وهذا العطاء وهذه الروح الأبية. من هم؟ من المؤمنين. فإذا التوجه والخطاب إلى المؤمن، إلى الإنسان الذي آمن بالله تبارك وتعالى. وهنالك في الآية معاني متعددة. لنقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما استقام الدين إلا على سيف علي ومال خديجة. وهذه التضحيات منذ اليوم الأول، رسول الله في حرب بدر وأحد، كل هذه الغزوات، سادة الناس كحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله قدمه رسول الله. وإلا كيف أن هذه شجرة الإسلام أينعت؟ انظر إلى تاريخ أمير المؤمنين، خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين رحلوا واستشهدوا. كيف رحلوا؟ تنظر إلى مالك الأشتر الذي قال عنه الإمام أمير المؤمنين: كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. مالك بهذه المكانة وهذه المنزلة رحل. تروح إلى محمد بن أبي بكر الذي أرسله الإمام أمير المؤمنين إلى تلك البلاد، أرسله إلى مصر. ماذا صنعوا به؟ قتلوه جائعا ووضعوه في جلد حمار وأحرقوه. يعني هذه المصائب. شوف، انظر إلى تاريخ الذين كانوا في تاريخ الحجاج. شوف الحجاج شو سوى بشيعة الإمام أمير المؤمنين. لذلك اليوم المذهب والعقيدة والوطن فيه تضحيات، هذا واقع. قال: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. قال: استعد للبلاء، استعد للبلاء. وهذا ابتلاء وهذا اختبار. والإنسان في هذه المرحلة، في مرحلة الاختبار والابتلاء، يقدم أعظم الضحايا. انظر إلى الإمام أمير المؤمنين، قليل أن يقدم امرأته فاطمة سلام الله عليك مولاتي. لماذا استشهدت بنت في 18 من عمرها؟ يا ناس، يا عالم، مولاتي الزهراء عندها أولاد صغار، أيتام، أيتام صغار. هذول الأيتام في عمر يحتاجون إلى أم، يحتاجون إلى رعاية. أم كفاطمة سلام الله عليها، تشوف السيدة زينب روح فداها، عمرها 5 سنوات. السيدة أم كلثوم عمرها 4 سنوات. الحسن والحسين على 7 و6 سنوات. أطفال صغار توديهم على سطح الدار والمنزل. أولاد، ارفعوا أيديكم بالدعاء، يرفعون أيديهم بالدعاء: إلهي عجل وفاتي سريعا. بنت عمرها 18 سنة، هذه شهيدة العقيدة، شهيدة الانتماء والولاء. وإلا كيف يتجرؤون على أمنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ وهذا تاريخ الإمام أمير المؤمنين. من أجل الولاية والإمامة والعقيدة امرأته عصرت بين الباب والحائط. عدل ولا لا؟ مو هذه عقيدة ولا ليش؟ بعدين كل هالمصاعب اللي تحملها الإمام أمير المؤمنين، كل هذه المصاعب اللي تحملها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قليلة. الإمام الحسن إجماع المسلمين أنه سيد شباب أهل الجنة، ما في إجماع؟ زين، من الذي رمى جنازته 70 سهم وسهم أصاب جسد الإمام الحسن؟ يعني ما أقول هالشيء هذا، من الذي أصابه؟ اليهود ولا النصارى ولا من؟ من الذي ضرب الإمام 70 سهم في جنازة سيد الشباب أهل الجنة بإجماع المسلمين؟ ما تحمل الإمام الحسن سلام الله عليه. وبعدين روح إلى واقعة الطف، روح إلى شهداء كربلاء اللي هذه مدرسة كبيرة.
الذين ينتمون إلى هذه المدرسة. هذه مدرسة العطاء، مدرسة التضحيات، واحد تلو آخر يتسابقون إلى المنية. أنا أقول له إلى شهدائنا، أقول له إلى أبو سلمان، إلى أبي سلمان اليالك، كان يجلس في هذا المكان، كان يحضر هذه المجالس، هذا شيخنا وهذا الطفل محمد، هنيئا له، هنيئا أبو سالم رحمة الله عليه، أبو سالم وهذا الولد الصغير محمد، هنيئا لهم، هنيئا لهم هالتضحية هذا. وهذا قرابين، احنا هالقرابين نقدمهم للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا طريق الإمامة، هذا طريق الولاء، هذا طريق الانتماء إلى مدرسة أهل البيت. وهذه تضحيات نقدمها وسنقدم أيضا، هذا واقع اليوم، احنا هذا واقعنا اليوم، يذبحون اليوم. سمعت قبل يومين هؤلاء، سبحان الله، شوف اسمه، اسم الدولة الإسلامية لعنة الله عليهم وعلى الدين اللي عندهم، هذا مو دين الإسلام، مو دين الإسلام اللي عندهم هذول. هؤلاء الناس اللي جاءوا ويذبحون قبل يومين ذابحين مجموعة من النساء أيضا، تصور اليوم أفضل أسلوب لتشويه الإسلام، أفضل أسلوب، بعد ما تحتاج لا أدوات ولا أسلام ولا، هم هؤلاء أفضل أداة، أسلوب يهودي صهيوني لتشويه الإسلام. وأكثر من هذا التشويه بعد فيه، أفضل من هذا فيه، أطفال صغار تشوف أنه يعلمون حتى على أطفال اليوم، مشكلة اليوم هؤلاء بدأوا يعلمون من زمان، بدأوا يعلمون الأطفال أيضا، طفل عمره 8 سنوات 10 سنوات بيده هذا السكينة الكبيرة ما شو يسموها، ويضرب ويقتل إنسان أمامه. يعني هؤلاء ناس لا قيم لا مبادئ. هذا المبدأ يمكن حتى الحجاج ما سوى هالإجرام اللي هؤلاء قاموا به، هذا الواقع، هذا واقع موجود. وهؤلاء اليوم أداة للصهيونية لإبادة الناس. تعال شوف انت بالعراق شنو سووا، شايف العراق هذا، شايف التضحيات هناك، شايف الرؤوس اللي يقطعوها يخلوها على الرماح يذكرون بواقعة الطف، هذا واقع موجود. اليوم هؤلاء جرثومة، والجرثومة يجب القضاء على جذورها، وإلا أنت تعدل الظاهر ما ينفعك. وإحنا اليوم ننتمي إلى مدرسة هي مدرسة الشهادة. إحنا يومين نقرأ مجلس هنا صح ولا لا؟ طيلة أيام السنة. شو اسم المكان هذا؟ حسينية، عدل ولا لا؟ الإمام الحسين بماذا أحيي؟ بدمه الطاهر، بهذه التضحيات. هم يصورون الحين الآن إحنا نخاف من هذه التضحيات أبدا، هذا منهجنا، هذا منهج الإمام الحسين، سيد الشهداء بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. شوف الإمام الحسين شنو صارت عليه مصائب، تصور أنت هذا اللي أرباب المقاتل وهذا الخطباء اللي يقرونه، تصور واقعة الطف، والله مو هذه المصيبة، هذا شيء بسيط. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، نحن لا نخبر شيعتنا بما جرى على جدي الحسين، ولو أخبرناهم لماتوا. يعني مصيبة الحسين يا ناس مصيبة عظيمة. الإمام الحسين، شوف رأس الحسين سيد الشهداء، تتحمل أنت تشوف رأس أبوك على الرمح؟ تتحمل أنت؟ أنت واحد من عندكم من يتحمل يشوف أبوه قاطعين رأسه؟ من يتحمل رأس الحسين على الرمح؟ وأم المصائب أروح لشفدوة سيدتي يا زينب، وزينب الطالعة هذا أخوها الحسين يأخذوها من بلد إلى بلد، وجدامها ودوه إلى الكوفة. بعد ذلك شافت عبيد الله بن زياد وضعه في طشت وينكت رأس أبي عبد الله الحسين. شي يصير بسيدتي ومولاتي زينب؟ وبعدين هذه المنازل الطريق إلى الشام كل زينب تشوف رأس أخيها الحسين. لذلك يقولون زينب جبل الصبر. شنو جبل؟ شنو جبل؟ مولاتي زينب هي الصبر بذاته. لذلك تدخل إلى الكوفة، تطلع واحدة من هذول الناس المغرر بهم، تطلع امرأة من بيتها تشوف رأس على الرمح، تقول رأس من هذا؟ يقولوا لها هذا رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب، تحمل حجرا من الأرض توجه نحو رأس الحسين وترمي رأس أبي عبد الله على جبهته والدماء تسيل من رأس الحسين. يعني هذه مصيبة كلها أمام السيدة زينب. أنا أقول له يا أبو علي، أنت شفت هالمشهد هذا صار لعيالك، صار لولدك،
صار هالمشهد هذا لولدك، شنو صار بالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها؟ أحد المؤمنين يشوف الإمام الحسين في عالم الرؤيا يقول له أنا أختلف مع أصحابي، أصحابي كلهم قتلوا وقطعوا رؤوسهم، ولكن أنا كنت حي، أنا كنت حيا، ذبحوني من الوريد إلى الوريد. وبعد ولما داست عليه حوافر الخيل، اسمع يا الموالي أدري ألم قلبك، لما داست على حوافر الخيل البعض يقولون كانوا قد قطعوا رأس الحسين، لا الروايات تقول الحسين به نفس، الحسين بعد به نفس، وداست عليه حوافر الخيل. هذا كل وين؟ بمنظر من زينب. لذلك تقول مولاتي العقيل السكينة لما سقط أبي الحسين على رمضاء كربلاء، خرجت عمتي زينب من الخيمة تقوم تارة وتجلس أخرى، وتحث التراب على رأسها وهي تنادي وحسينا وأخايا كل احنا فداياك، اتخذنا الى القبر يا حسين وياك، هذه تصيح عمه وهي نعمي، وذيك تصيح فارقني ابن امي، يهيج لوعتي ويزيد همي، عليلك من يدير العين، يا لا يا ذهبت مولاتي العقيلة زينب تقول له أنت الحسين أخي، أنت ابن والدي، لماذا؟ لأن الدماء غطت على وجه الحسين مرملا بدمائه، السلام على الشيب الخضيب. لذلك وقفت عنده، أخي أبا عبد الله أقسم عليك بجدي رسول الله، ما أجابها مشغولا بجراحاته، أخي أبا عبد الله أقسم عليك بأبي علي، ما أجابها يا مؤمنين يا موالين، ذكرت لإسم هز الحسين من مكانه، يعني عزيز الاسم على الحسين. قالت أخي أبا عبد الله أقسم عليك بأمي فاطمة إلا ما أجبتني يا نور عيني. تحرك الحسين من مكانه، مسح الدم والتراب من وجهه، نادى أخي زينب لقد كسرتي قلبي وزدتيني هما فوق همي، أخي ارجعي إلى العيال واحفظي لي أطفالي وأولادي. لذلك شو تقول السيدة زينب؟ هذا اسم الزهراء عزيز عليها، تحكي ويا أمها، تقول تعالي يا أم حسن يما تعالي. الزهراء ويانا الليلة، ليلة الجمعة تحضر في كربلاء، تعالي يا أم حسن يما يما يا يما يا يما، تعالي يا أم حسن يما تعالي، شوفي كربلاء ايش سوت بحالي، يما يا صوت الجان ما ينسمع سمعه، وطول الجان ما ينشاف شافه، يما يما وخدر الجان ما ينداس داسه، يا خدر الجان ما ينداها، يا سداسو أحم الضائعات بعدك ضعنا يا الله يا الله، لقضاء الحوائج شفاء المرضى، هنيئا لهؤلاء الشهداء يشفعون لنا في يوم القيامة، هنيئا لهم الجنة في شهر الصيام وفي حالة الصلاة، هنيئا لهم
وعلى ولاية أمير المؤمنين. فهؤلاء هم شهداء العقيدة والإمامة والولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. توجهوا في هذه الحالة، ارفعوا أيديكم بكل توجه بكل خشوع، توجهوا إلى الله. يا حبيبا من لا حبيب له، يا طبيبا من لا، يا راحما من لا راحم له، يا مغيثا من لا، يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا أمان من لا أمان له، يا أنيس من لا أنيس له، يا سند من لا سند، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اطلبوا حوائجكم إلى الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض عنا إمام زماننا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضانا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، أحينا حياة محمد وآل محمد، ومتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم من على الجرحى جرحى هذا الانفجار المشؤوم، اللهم جرح الصلاة والصيام، جرح العقيدة والولاية والإمامة، اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا الله، ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين بالعافية والصحة يا الله. إلهنا تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله. هذا دعانا دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا الله. اللهم احفظه من كيد الأشرار ومن شرهم، ورد كيدهم في نحورهم يا الله. اللهم واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين منتصرين يا الله.
إلهنا تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك، وبعث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى شهداء جامع الإمام الصادق عليه السلام، إلى شهداء آل محمد جميع المؤمنين، إلى شهدائكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.